توسيع المشاركة الإيجابية للمرأة والتحديات التي لا زالت تواجهها النساء في مختلف بقاع العالم على جميع الأصعدة وأفاق التغيير، مواضيع كانت محل نقاش في المنتدى السنوي الدولي للنساء البرلمانيات بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل. فعلى مدى يومين وبمشاركة نائبات من مختلف دول العالم وحضور لافت لعضوات من مجلس الشورى السعودي، تبادلت المشاركات وجهات النظر فيما يخص القيادة النسائية والتغيرات التي أحدثتها تقلدها للمناصب القيادية في بلدانها. أعتقد أهم شيء إن إحنا عرفوا المجتمع البرلماني على إن هناك عضوية نسائية في مجلس الشورى، وبصفة المناسبة هذه كانت مناسبة نسائية رحبوا بها جدا وصفقوا لنا، صفقوا بالترحاب، وهذا كان يعني له تأثير إيجابي جدا علينا كفريق. نحن هنا كانت المدعوات ستة، الوفد السعودي ستة مثل ما هي الوفود الأخرى، حضر منا خمسة رأونا يعني رؤية العين، وكانت مناسبة التعارف فيها مشترك بيننا وبينهم. ورشات عدة تدارست مسألة إعادة تشكيل المجتمع من خلال القيادات النسائية في جميع المجالات، خاصة منها الاقتصادي والمالي وإدارة الأزمات المالية التي تعرف مشاركة متدنية للمرأة على الصعيد العالمي. وفيما يخص المشاركة السياسية للمرأة، عبرت العديد من المشاركات على ضرورة العمل إلى جانب الرجل وتجاوز مسألة المساواة والندية، خاصة فيما يتعلق بتحديد نسبة مشاركة المرأة في المجالس من خلال حصص محددة مسبقا أو ما يعرف بنظام الكوتا، واعتماد مبدأ الكفاءة في المشاركة السياسية، وكذا احترام البنية الثقافية والتنوع والتي تميز مجتمع عن آخر. مهم جدا البرلمان العربي أن يحضر هذه المؤتمرات التي تعنى بالمرأة العربية، وخصوصا الرسالة التي نريد أن نوصلها من العالم العربي إلى الشارع إلى أوروبا، بأن المرأة العربية بخير، وأن المرأة العربية تقوم بدور مهم جدا في صناعة القرار في العالم العربي، والمرأة العربية دور في النهضة السياسية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق البرلمان العربي يحب أن يعزز ويدعم تواجد المرأة في هذه المحافل الدولية الرئيسية. القضاء على الفجوات بين الجنسين وتمتيع النساء بالحقوق التي يكفلها لهن المجتمع ومساندة اللائي يتعرضن للعنف والتحرش بجميع أشكاله، ناهيك عن وضعية المرأة في مناطق الحروب والصراعات، قضايا حاولت المشاركات في هذا المنتدى بمشاركات مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة تسطير بعد خطوطها العريضة. بعيدا عن الندية والشعارات الفضفاضة والمطالبة بالمساواة الكاملة مع الرجال، نساء يؤكدن اليوم أن رفع التحدي وحصولهن على حقوقهن لن يتم بمعزل عن نصفهن الآخر. من مقر البرلمان الأوروبي، حكيمة هريمش، تلفزيون المملكة العربية السعودية، بروكسل.